الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه عن قتادة: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالتنجيم من حيث ما يجوز في هذا العلم، علم النجوم، وما لا يجوز. عقد هذه الترجمة لبيان ما يجوز من هذا العلم وما لا يجوز، وأيضا فصل فيما يتعلق بما لا يجوز من هذا العلم، والذي لأجله عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن سبق أن مر معنا في أنواع السحر إرادة المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فهذه الترجمة عقدت لأجل ذلك، يعني للتحذير من علم التنجيم الذي هو شعبة من شعب السحر، مثل ما تقدم في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فهذه الترجمة معقودة للتحذير من هذا العلم، علم التنجيم، الذي هو شعبة من شعب السحر، كما يدل على ذلك الحديث الذي مر معنا. وقد ذكر أهل العلم أن علم التنجيم على ثلاث أقسام، أن علم التنجيم على ثلاثة أقسام. القول الأول أو القسم الأول من هذه الأقسام هو الاعتقاد في النجوم، الاعتقاد في النجوم بأنها فاعلة ومؤثرة بنفسها. وهذا الاعتقاد أورد، وهذا الاعتقاد أورث أقواما عبادتها والتوجه إليها بالقصد والعبادة، كما هو دين الصابئة: ومن سلك سليك مسلكهم وطريقهم. وهذا النوع أو القسم كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. الثاني من الأقسام ما يسمى بعلم التأثير، ما يسمى بعلم التأثير، وهو استدلال بحركات النجوم ومسيرها واجتماعها وافتراقها على الغيبيات والحوادث التي تكون في الأرض. وهذا أيضا محرم، دلت النصوص على تحريمه. والثالث من الأقسام علم التسيير، علم التسيير، الاستفادة من
علم النجوم في الاهتداء للقبلة إلى الشام من هذا القبيل، هذا مباح، هذا مباح، فيتنقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. وأورد هذا الحديث في صحيح البخاري أو هذا الأثر عن قتادة رضي الله عنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان، هذا النوع الثاني رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيقول خلقت، خلق الله النجوم لثلاث، يعني لهذه الثلاث: زينة للسماء لأنها جمال للسماء، والأمر الثاني رجوم للشياطين مسترقي السمع، والثالث أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني قديما ما كانوا يعرفون في الطرق البرية ليلا ولا وهم في السفن الشراعية في البحار في الليل، ما يعرفون الطريق إلا بالنجم، يعرفون أماكن النجوم واتجاهاته ومن خلالها يحدد طريق السير. فهي علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها. قال قتادة رحمه الله بن دعامة السدوسي قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضع نصيبه، يعني من جعل النجوم في غير ما خلقت له فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر عن قتادة في بعض المصادر له تتمة مهمة في موضوعنا. يقول: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب. يعني لا يمكن أن يكون هذا باب لمعرفة الغيب، لا من خلال نجم ولا طائر ولا دابة، خلافا ما كان على ما كان عليه أهل الجاهلية في ضلالهم. يقول رحمه الله: ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم، ليس الدابة والطير، قال لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وعلمه أسماء كل شيء. فعلم التنجيم الذي عقدت هذه الترجمة للتحذير منه هو ضرب من الكهانة، هو ضرب من الكهانة وادعاء معرفة أمور مغيبة بالنظر في النجوم، بالنظر في النجوم، فيبني على النظر في النجوم أحكاما غيبية رجما بالغيب، نوع من التكهن، نوع من التكهن. وهذا الذي يقول فيها قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به. نعم. قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه،
ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. منازل القمر، القمر له منازل كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، وهي 28 منزلة خلال العام ينزلها القمر. فقتادة رحمه الله كره تعلم منازل القمر، وكذلك ابن عيينة رحمه الله سفيان بن عيينة لم يرخص في ذلك، يعني لم يرخص فيه سدا للذريعة، سدا للذريعة وحماية لحماء التوحيد وصيانة لجنابه حتى لا يتدرج الأمر بهذا التعلم إلى أن يدخله في الجانب المحرم الذي هو الكهانة وادعاء علم الغيب. والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية رخصوا في ذلك، رخصوا في تعلم المنازل، وهذا الترخيص لأن في منفعة، في منفعة، منفعة من حيث الدنيا ومنفعة من حيث الدين، في منفعة من حيث الدنيا ومنفعة من حيث الدين. أما من حيث الدنيا المنفعة الدينية معرفة القبلة وأوقات والأوقات ونحو ذلك، هذه منفعة دينية، وأيضا طريق الإنسان وسبيله واتجاه القبلة وأشياء من هذا القبيل. ومنفعة دنيوية معرفة الوقت الذي يناسب فيه مثلا وضع البذور وقص العروق، عروق الأشجار والغصون وأشياء تتعلق بأمور تفيد الزروع، وهذا يعني ينظر له فيما رخص فيه أهل العلم من جهة أن هذا وقت لا أنه سبب، حتى لا يوجد في الإنسان تعلق بهذه الأشياء، وإنما هذا وقت يعني علامة على أن هذا الوقت يناسب فيه كذا وكذا، لا أن يعتقد في النجم، لا أن يعتقد في النجم، وإنما يعني عندما يطلع النجم الفلاني فهذا وقت للغرس، وقت للقطف، وقت لمثلا كذا، أشياء عرفت في هذه الأوقات، عرف نفعها بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقد رخص فيها في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعندما تنظر في قول الله عز وجل وقدره منازل، وقدره منازل لتعلموا، قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، قال قدره منازل لتعلموا، ذكر هذا في سياق ماذا؟ الامتنان، في سياق الامتنان على عباده بتقدير المنازل ليعلموا من خلال تقدير المنازل هذه المصالح عدد السنين والحساب. فالآية ظاهرها يدل على جواز ذلك، ظاهر الآية يدل على جواز ذلك، هذا الذي رخص فيه أحمد وإسحاق. ويكون قول قتادة وأيضا ابن عيينة سفيان هذا من باب سد الذريعة والاحتياط في الدين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثم ختم بهذا الحديث، قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر. المصدق بالسحر، هذا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد.
وجادت كثير من السلف في أحاديث الوعيد أن تمر كما جاءت ولا تفسر تفسيرا يخرجها عن هيبتها ومقصودها، أن حديث الوعيد لها هيبة لها وقع، وبعض الاشتغال بتفسيرها قد يضعف هيبة النص وقوة تأثيره. ولهذا يعني من السلف من يرى أنها تمر كما جاءت وتبقى على هيبتها ولا تفسر، لكن من حيث الجملة الذنوب التي دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء عذب بعدله وإن شاء عفى بفضله وإن شاء عفى سبحانه وتعالى بفضله. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، يعني الرجل الذي داوم على شربها واستمر على شربها إلى أن مات وهو يتعاطى الخمر فله هذا الوعيد في الحديث. والثاني قطيعة الرحم والاستمرار في القطيعة إلى أن يموت الإنسان وهو قاطع. قد صح في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لأن الله عز وجل ذكر في صفات أهل الجنة قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون. وقال في صفات أهل النار: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثالث قال: المصدق بالسحر، وهذا موضع الشاهد من الحديث. إذا جمعت قوله مصدق بالسحر مع الحديث الذي تقدم في باب أنواع السحر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فالمصدق بالتنجيم الذي هو الذي هو ادعاء معرفة الغيب بالنظر في النجوم أو في منازل القمر أو نحو ذلك، فله هذا الوعيد، لا يدخل الجنة. قال: ومصدق بالسحر أي بأنواعه، ومن أنواعه ماذا؟ التنجيم، ومن أنواعه التنجيم كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من السحر من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا الحديث هو الذي يوضح لنا وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الحكمة في خلق النجوم مر معنا في أثر قتادة، وأنها ثلاثة: زينة للسماء، رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الرد على من زعم غير ذلك لقول قتادة في تمام الأثر: فمن زعم غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ليس له به علم. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف في تعلم المنازل يعني منازل القمر، ذكر الخلاف في ذلك يعني كرهه قتاده ولم يرخص فيه ابن عيينة، ورخص فيه أحمد وإسحاق. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لأن النص هنا قال مصدق بالسحر، ومر معنا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، يذهب إلى الكاهن أو المنجم أو العراف ويسأل عن بعض الحوادث المستقبلة ويصدقه فيها، يصدق أنه سيحصل.
وفي نفسه يعرف أنه ساحر وأنه على باطل وأنه على ضلال، لكن يصدق في ذلك، يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد. قال: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه باطل، لأن الحكم هنا في الحديث قيد بماذا؟ بالتصديق. قال: مصدق بالسحر. والتصديق بعلم النجوم الذي هو علم التأثير وليس علم التسيير داخل في ذلك، لأن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وله آخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.